أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح رسالة القواعد للسيد أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه، بشرح مولانا الإمام الجعفري المسمى بالإلهام النافع لكل قاصد على رسالة القواعد. ولا زلنا في القاعدة الأولى، وهي قاعدة ميزان الأعمال، والتي قال فيها السيد رضي الله تعالى عنه: إن العاقل الذي يريد نجاة نفسه من جميع المهالك، ويريد أن يدخله الله في سلك المقربين في جميع المسالك، إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور قولا أو فعلا، فليعلم أن الله تعالى لابد أن يوقفه بين يديه ويسأله عن ذلك الأمر، فليعد الجواب لسؤال الحق تبارك وتعالى قبل أن يدخل في ذلك الأمر، فإن رأى الجواب صوابا وسدادا يرتضيه الحق تبارك وتعالى ويقبله منه، فليدخل في ذلك الأمر، فعاقبته محمودة دنيا وأخرى. قد وصلنا فيه إلى قول الشيخ، قوله رضي الله تعالى عنه: فليعلم أن الله تعالى لابد أن يوقفه بين يديه ويسأله عن ذلك الأمر. قال الشيخ رحمه الله: قلت: الوقوف بين يدي الله تعالى يوم القيامة أمر عظيم يرعب النفس ويخيف القلب، ويبعث على الفرار من كل ما فيه غضب الله تبارك وتعالى، لأن الذي يستشعر الوقوف بين يدي الله يخاف من هذا الموقف، لأنه سيسأل. وقد يعني أجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه الأسئلة التي يسأل عنها العبد يوم القيامة في حديث أبي داود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. هذه أسئلة توجه إلى العبد عند وقوفه
بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ أسئلة طبعا الأربعة أو في رواية خمس لا تجوز بدل عبد حتى يسأل عن خمس، لأن العلم، لأن المال له سؤالان، المال له سؤالان، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ومن نظر إلى المال وحده عده سؤالا، ومن نظر إلى مصرف المال ومن أين يكتسب عدهما سؤالين، من أين اكتسب وفيما أنفق. إذن فلا بد من إعداد الجواب عند الوقوف بين يدي الله تعالى لهذه الأسئلة، أسئلة مجملة وأسئلة مفصلة. إذن فلا بد أن يعد الجواب لسؤال الحق تبارك وتعالى. الذي يستشعر هذا الموقف العظيم طبعا يحاسب نفسه محاسبة الشحيح، محاسبة الشحيح يعني الذي لا يخرج الدينار والدرهم إلا في المصلحة، في المصلحة الضرورية، هذا معنى محاسبة العبد الشحيح يعني البخيل. انظر إلى محاسبة العبد البخيل على المال، كيف يحاسب على المال؟ فالعلماء يقولون يحاسب الرجل المسلم نفسه محاسبة العبد الشحيح، بحيث يعني لا ينفق شيئا من وقته أو من ماله، ولا يتكلم بكلمة من لسانه، ولا يفعل فعلا إلا فيما ينفع، هذا معنى محاسبة العبد الشحيح. والإمام مسلم يروي حديثا مهما في هذا الأمر في الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، حديث في صحيح مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه أو بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، عياذا بالله تعالى. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وفي رواية ولو بكلمة طيبة. هذا أيضا من ضمن المواقف بين يدي الله تبارك وتعالى، الموقف العظيم، يعني الإنسان سيوقف بين يدي الله تعالى ويكلم ليس بينه وبين الله ترجمان، يعني يتكلم مباشرة ويسأل مباشرة. فالعبد ذليل وفقير، ينظر أيمن منه وينظر أشأم منه أو أيسر منه، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار ولا يعز الله تعالى، وينظر عن اليمين وعن الشمال فلا يرى إلا ما قدم من الأعمال إن كانت صالحة أو كانت سيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يوجه المسلم إلى أن يتقي النار، معنى أن يجعل بينه وبين النار وقاية، لأنه سيراها أمامه. قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، إذن أو بكلمة طيبة،
يعني هذا دليل على أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة كما قال. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث كان الواحد منهم يشق التمرة ويقسمها مع الفقير، لأن الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا في يعني حال شدة، يعني لا يملكون إلا التمر والأسودين، لا يملكون إلا الأسودين، فالواحد منهم يكون معه التمرة، فمن يقينه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن شق التمر هذا إن قبله الله تعالى يكون حجابا بينه وبين النار، يقيه الله لفح النار بإيه؟ بشق التمرة، يعني نصف التمرة، أو بكلمة طيبة، لأن العبد يتكلم الكلمة من رضوان الله عز وجل يظن أنها لا تبلغ ما بلغت، يعني لكن يلقى بها رضوان الله تبارك وتعالى. كلمة طيبة ولو بكلمة طيبة، كما يتكلم بالكلمة السيئة والعياذ بالله الكلمة الفاجرة فيهوي بها في النار 70 خريفا وهو لا يدري، يعني لا يدري ماذا تبلغ به هذه الكلمة في جهنم والعياذ بالله. كما أن الكلمة الطيبة يعني لا يدري ما تبلغ به في الجنة، لكن على أي حال الله تبارك وتعالى قال يعني في الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل وقولوا للناس حسنا، كما قال السيد أحمد بن إدريس رضي الله عنه، وقولوا للناس حسنا أي لا قبحا، وجميع الناس يعني حتى الكافر لا يقال له إلا الحسن، القول الحسن، لأن هذا يرجع إلى مين؟ يرجع إلى القائل، لا يرجع إلى المقول له، يعني فكل إناء بما فيه يقضح. الرجل المسلم يعني كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كالنحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا، كالنحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا. فالكلمة الطيبة يعني تقي صاحبها لفح النار يوم القيامة. إذن فالوقوف بين يدي الله يحتاج إلى استعداد، لا بد أن يوقفه الله بين يديه ويكلمه، ليس بينه وبينه ترجمة. قال وهذا يبعث العبد على الفرار من كل ما يغضب الله تعالى قولا أو فعلا. قال الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا قاله في شأن المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال الشيخ رحمه الله قال وكذلك الحساب، الحساب محاسبة المولى للعبد أمر يبعث النفس على نقد عملها من قول أو فعل، لأن من علم أنه سيحاسب حاسب نفسه. قد
قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الحساب هذا يحتاج إلى نقد العمل، وقد ورد في الحديث: وأخلص العمل فإن الناقد بصير. وأخلص العمل فإن الناقد بصير، يعني الإنسان حينما يعني يتوجه بعمل، بأي عمل، لابد أن يخلصه لله عز وجل. ليه؟ لأن الخلط في النيات يضيع العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقولوا هذا لله ولوجوهكم، فإنه لوجوهكم وليس لله من شيء. ولا تقولوا هذا لله وللرحم، فإنه للرحم وليس لله منه شيء. ليه؟ لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. بمعنى أن الإنسان حينما يعمل العمل دائما يستحضر الامتثال، امتثال الأمر. إذا جاء رمضان مثلا يستحضر في أول يوم أو في أول ليلة من رمضان أنه يمتثل أمر الله في الصوم. إذا دخل في الصلاة أو خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد إلا الصلاة، امتثالا لأمر الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهكذا حتى في الزكاة، حينما ينفق ويوزع الزكاة لا ينوي شيئا سوى امتثال أمر الله عز وجل، حتى وإن خص بها الأقارب، لكن لا يقول هذا من أجل الله والرحم، لا، ما يقولش كده. في التوزيع بالذات لما يجي يوزع يمتثل يعني كلام الله في قوله: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. لأن الله أمر في الإنفاق الواجب بالبدء بالوالدين، دي نفقة واجبة بعيدة عن الزكاة، ثم بعد ذلك الأقربين، سنى بالأقربين، وهذا امتثال لأمر الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني الذي يضمر العداوة أو الذي يكرهك. لأن معروف طبعا أن النفس يعني شحيحة بالنسبة لإيه؟ لمن يضمر لها العداوة. يقول إحنا استخسر في شربة المية، يقول لك يعني لو شفت عشقان أنا ما اديش يشرب. من هنا إيه؟ يعني جاء الأمر على العكس، فأفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ليه؟ لمجاهدة النفس، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، هذه مجاهدة. هو يعني يمتثل أمر الله فيه، وكأن لسان حاله يقول يعني إذا عصيت الله فيه فأنا أطيع الله فيك، فأنا أطيع الله فيك. وفي صحيح مسلم:
والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من رجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحلم عليهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن ولا يزال لك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ومعنى تسفهم المن يعني تطعمهم الرماد الحار، يعني الرماد الساخن اللي كان مؤجل نار ثم اختفت النار وبقي الرماد الشديد الحر، يعني كأنك تطعمهم في أفواههم الرماد الحر. لكن لم يقل له عاملهم بمثل ما يعاملونك به، لا، لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد منه أن يستمر على ما هو عليه، أن يستمر على ما هو عليه. لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن ولا يزال لك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني أن الله يعينك على ذلك لأنك انتصرت على النفس والشيطان، النفس أمارة بالسوء والشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. فمن هنا الإنسان حينما يعني يتعبد لله عز وجل في توزيع الصدقات أو الزكوات يبقى لابد أن يراعي حق الله عز وجل، لأنه علمك أين تضع صدقتك ومن هم الأولى بصدقتك. هذا من ضمن نقد الأعمال. الشيخ بيقول وكذلك الحساب أمر يبعث النفس على نقد عملها من قول أو فعل. ولذلك في بداية الرسالة قال وأخلص النيات أو طهر النيات خشية أن يكون العمل في انتقاض. طهر النيات من الأغراض، وطهر النيات من الأغراض خشية أن يكون العمل في انتقاض. يعني ده الإنسان يراقب ضميره في الأعمال، هل يريد بها وجه الله تعالى أو يريد القرابة والرحمة أو يريد ثناء الناس عليه. يبقى لابد أن يطهر النيات من الأغراض، فإن الناقد بصير والله يعلم المفسد من المصلح، كما قال سبحانه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، لأن من علم أنه سيحاسب حاسب نفسه، كما قال الشاعر ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء. يعني يا ريت كان الموت ما فيهوش أسئلة ولا كان يبقى راحة، لو ما فيش سؤال عن شيء كان يبقى الموت راحة. لكن يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن تيسر أمره فما بعده أيسر منه، وإن تعسر أمر السؤال في القبر فما بعده أعسر منه وأشد. ثم قال الشيخ
ومن المواقف الصلاة. طبعا الشيخ تكلم عن الموقف والحساب، الموقف والحساب اللي هو يوقف الإنسان بين يدي الله ويسأل. قال ومن المواقف بين يدي الله الصلاة، قال لأن المصلي ينادي ربه، فإذا تذكر أنه يقف بين يدي الحق كل يوم 5 مرات كان زاجرا له عن الوقوع في شيء من الذنوب. انظر إلى يعني تنظير الشيخ، الصلاة بالوقوف بين يدي الله يوم القيامة. التنظير هنا علشان إيه؟ كتدريب، كان الإنسان يتدرب في الدنيا على الوقوف بين يدي الله كل يوم، ليس مرة أو مرتين أو 3، لا، وإنما يقف 5 مرات. ولذلك سيدنا علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه كان إذا توضأ ارتعدت فرائسه واصفر وجهه، فلما سئل عن ذلك قال أتدرون بين يدي من أقف؟ يعني إني أقف بين يدي الله تعالى. إذن هو رضي الله عنه مستشعر الوقوف بين يدي الله يوم القيامة والسؤال والمحاسبة. لكن هذه أحوال العارفين الصديقين، أحوال العارفين الصديقين الذين يستشعرون دائما وقوفهم بين يدي الله تعالى ورؤية المولى لهم، وهو مقام الإحسان الذي عرفه صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالعارفون هذه وقفتهم بين يدي الله تعالى في الدنيا، يستشعرون الموقف يوم القيامة، الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فالشيخ عايز يقول إن الوقوف بين يدي الله كل يوم 5 مرات المفترض في هذا الموقف المتكرر أن يكون زاجرا للعبد عن المعصية. ثم قال الشيخ واعلم يا أخانا أن الأذان بمنزلة النفخ في الصور، والقيام للصلاة بمنزلة البعث. انظر إلى يعني التنظير والتمثيل، لأنه وقوف بين يدي الله تعالى، وفيها سماع لكلام الله تبارك وتعالى، يعني الصلاة، وذكر لله وخشوع وخضوع لله. الشيخ طبعا بيشير إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي
ولعبد ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن فيه هنا في مكالمة، هي وقوف بين يدي الله، وأنت تقول الله أكبر، هذا وقوف بين يدي الله ومناجاة من العبد لله عز وجل، وفيها تكليم من الله عز وجل. لابد أن الإنسان يعتقد هذه المكالمة. ولذلك السيد أحمد بن إدريس في العقد النفيس قال لابد أن يستشعر المسلم المصلي هذه المكالمة والمحاورة، فعليه أن يقف على رأس كل آية تأدبا مع الله عز وجل، لأن كل آية فيها مكالمة من الله ورد من الله. في حديث البخاري إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجي. لكن معظم المصلين ترى الواحد منهم يقرأ الفاتحة في نفس واحد ويأكل نصف حروفه، والله أعلم بصلاته. من ضمن الأئمة الإمام الشافعي رضي الله عنه قال المسلم المصلي يجب عليه أن يقرأ الفاتحة بجميع حركاتها وسكناتها وشداتها ومداتها، فإن نقص منها شيء بطلت صلاته. ده نص كلام الإمام الشافعي. فأنت تتعجب مثلا من الإمام الذي يقرأ الفاتحة قراءة جيدة في الصلاة الجهرية، وفي الركعة السرية لا تكمل الفاتحة خلفه. يقول يعني أنت الوراء المأموم لا يصل إلى إياك نعم إياك نستعين، وتلاقي الإمام ركع. طيب كيف قرأ الفاتحة؟ ولماذا قرأها بهذه الطريقة؟ إذن يعني تحسين القراءة وترتيل القراءة في الجهر ليس لله تعالى، وإنما هو للناس، من أجل الناس. يعني هو هيرضى لو جاء صلى الإمام في الصبح أو المغرب أو العشاء، يرضى يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، يرضى كده يبقى ما تصليش فيها تاني، اطلع يقدر هو في السرية بيقدر بهذه الطريقة اللي بقول لك عليها، وأسرع من كده كمان، أسرع من هذا. وشوف عاد أكل الحروف عاد وعدم المد، سبحان الله. ولذلك السيدة عائشة بتصف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ كقراءة أحدكم، وإنما كان يمد مدا، يمد مدا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم فيمد الرحمن ويمد الرحيم، الحمد لله رب العالمين فيمد العالمين. هذا وصف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقف على رأس كل آية، ليه؟ لأن الله أمره بذلك. ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل بمعنى التحسين، أي حسنه تحسينا.
كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود في تفسير الآية، يقول: بينه تبيينا، يعني القرآن، أي بينه تبيينا، قال: ولا تنثروه نثر الدقل، بينوه تبيينا ولا تنثروه نثر الدقل، يعني نثر الايه؟ الحب. ولا يظن هم احدكم اخر السوره، كلام سيدنا عبد الله بن مسعود، ولا يظن هم احدكم اخر السوره، يعني المهم انه ايه؟ يخلص من الفاتحه ويخلص من السوره ويخلص من الصلاه كلها بسرعه. إذن فإتقان الصلاة إحسان للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه يستشعر أنه واقف بين يدي الله تعالى. بالله عليه، لو أن أحدا يعمل عملا دنيويا، أي عمل، لنفسه أو لغيره، بأجرة أو بغير أجرة، هل يهرج فيه هذا التهريج الذي يعمله في الصلاة؟ مش ممكن. إنما يعني العمل اللي يأخذ مثلا 10 دقائق في العمل الدنيوي يأخذ معه ثلث ساعة. يقول لك: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. طيب، احنا عايزين نطبق هذا على إيه؟ على الطاعة، على العبادة. إذن فمن المواقف بين يدي الله تعالى الصلاة، تذكرك بالوقوف بين يدي الله كما يقول الشيخ رضي الله تعالى. ثم قال: واعلم أن الأذان بمنزلة النفخ في الصور، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة ونداء بالاجتماع للوقوف بين يدي الله، فهو بمنزلة النفخ في الصور، وفيها سماع لكلام الله كما في حديث قسمت الصلاة، وفيها ذكر لله تعالى بجميع أنواعه، يعني من تلاوة قرآن وتسبيح وتحميد وتكبير واستغفار وتوبة إلى الله تبارك وتعالى وغير ذلك من أنواع الذكر. قال: وإذا كان كذلك فكل من يتذكر أنه سيقف هذا الموقف الذي يقف بين يدي الله في الصلاة، ويتذكر أنه سيقف هذا الموقف بين يديه، لا بد أن ينهاه هذا التذكار للصلاة وموقفها وروعته وما فيها من خشوع وخشية لله عز وجل وتلذذ بسماع كلام الله تبارك وتعالى، وإجلال وإكبار لمشاهدة هيبة كمال جلال الحق سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون ذلك ناهيا وزاجرا عن الدخول في أمر لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه، مصداقا لقوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الذي يحسن الوقوف في الصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى ويستشعر فيها ما قاله الشيخ من الجلال والجمال والعظمة والخشوع والخشية، كل ذلك يكون سببا للنهي والزجر عن كل أمر يغضب الله تبارك وتعالى.
من الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بعدين الشيخ يقول إيه رضي الله عنه: إذا فهمت كلامي هذا لابد أن ينقدح في قلبك معنى غريب لهذه الآية الكريمة. يعني إذا فهمت أن الأذان بمنزلة النفخ في الصور، وأن الوقوف بين يدي الله وقوف أو يذكرك بالوقوف بين يديه يوم القيامة، يبقى لابد أن ينقدح في قلبك هذا المعنى الغريب، وهو النهي، نهي الصلاة عن ارتكاب أي فعل فاحش أو منكر. يعني يتذكر ويقول: لا يصح أن أصلي وآكل الربا، لا يصح أن أصلي وأرتشي، لا يصح أن أصلي وأعق والدي، لا يصح أن أصلي وآكل الميراث، وهكذا في كل عمل يتذكر هذا، لأنه لا يجتمعان. يعني كيف تكون مصليا وأنت تفعل إيه الكبائر؟ إذن فقوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لابد أن يكون مذكرا لك، مذكرا لك بالخوف من الله تبارك وتعالى والخشية. فهنا الشيخ بيفترض طبعا سؤال من الناس ويقول: وكثير من الناس يقول فلان يصلي ويفعل المنكر، ويقولونها أيضا في الحج: فلان يعني حج أو يحج كل عام مثلا ولكنه يفعل المنكر. وهذا استغراب، استغراب. يعني كيف يجمع بين إيه؟ بين الوقوف بين يدي الله عز وجل وبين فعل الفحشاء والمنكر، خاصة الكبائر بالذات. فالشيخ رضي الله عنه يقول: قال لأنهم فهموا أن المصلي يستحيل عليه فعل المنكر. يعني زي ما نقول إيه؟ حسبوا أنه معصوم، حسبوا أنه معصوم. قال: ولعل معنى الشيخ رضي الله عنه يعني من تواضعه، تواضع العلماء، يعني لا يقطع بالأمر، ولعل كذا، ولعل معنى تنهى في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يختلف باختلاف الأشخاص. فمنهم من تنهاه عن الوقوع في المنكر بمعنى تمنعه، تمنعه عن الوقوع في الفحشاء والمنكر، تنهى قبل الوقوع. ومنهم من تنهاه بعد الوقوع بمعنى تلومه، تلومه وتؤنبه صلاته. فالأول صلى صلاة الواصلين، والثاني صلى صلاة السالكين أو السائلين. يعني واحد يحفظ ببركة الصلاة، يحفظ ببركة الصلاة بمعنى أنه لا يقع في المعصية، إنما يذكره الله الخشية منه قبل وقوعه في المعصية، كما في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مجلس يختم فيه بهذه الدعوات كما في الصحيحين: اللهم اقسم لنا
من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. إذن فالخشية تكون قبل الوقوع في المعصية، يبقى ده الواصل. قسم الله له من الخشية ما يمنعه من الوقوع في المعصية. ومن دعاء سيدي أبي الحسن الشافعي رضي الله عنه كان: وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها علينا، وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها علينا، يعني قبل أن تخطر لنا المعصية في القلب ذكرنا بالخوف منك حتى لا نقع فيها. طبعا لأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، الحول منه والقوة منه سبحانه. فلا بد أن يطلب الإنسان ذلك، يطلب أن يرزقه الله الخشية منه قبل الوقوع في المعصية، وأن يقبل منه صلاته حتى تنهاه، أي تمنعه عن الوقوع في المعصية. ليه؟ لأن الصلاة بمنزلة شحن بطارية الإيمان كالصوم وكالحج وغير ذلك من الطاعات. فكلما قوي الإيمان كلما عظم الخوف من الله تبارك وتعالى، لأن الطاعات كما قال شيخنا رضي الله عنه يعني تزيد الإيمان في القلب، وكلما زاد الإيمان كلما ابتعد المسلم عن المعصية. فشوف كلام الشيخ رضي الله عنه، قال: والثاني صلى صلاة السائلين عسى الله أن يتوب عليهم، عسى الله أن يتوب عليهم. يعني فالصلاة على كل حال نافعة لصاحبها، سواء ذكرته بالخوف من الله قبل الوقوع في المعصية أو بعد الوقوع في المعصية. لأن صاحب النفس اللوامة كما قال سيد أحمد الدردير رضي الله عنه: نفس نورانية، يعني تنورت، بخلاف النفس الأمارة بالسوء نفس ظلمانية. لكن صاحب النفس اللوامة هو صاحب نفس نورانية. ليه؟ لأنها استشعرت الوقوع في الخطأ، والندم توبة. يعني ومن ندم على المعصية غفر الله له قبل أن يستغفر، كما ورد في بعض الآثار. هذا والله تعالى.